بسم الله الرحمن الرحيم. حنبدأ اليوم نحكي عن الجاج ريفلكس لأنه معظمكم عاينوا وشافوا أثناء وإحنا بنعمل بالإمبريشن. إيش هو الجاج ريفلكس كعموم؟ إيش هو الجاج ريفلكس؟ لما أي سدن أو أي فورين ماتيريال يلمس السوفت بلت. يلمس السوفت بلت شو بيصير؟ بيصير إنه استيميليشن إنه يرجع معي. طب هل هو أنت بتتحكم فيه ولا بتحسه subconscious؟ بالضبط. It's a part of a reflex. It's a protective reflex. يعني هو يرد فعل انعكاسي لأي إشي بلمس البلت خوف ما يفوت على اللنج لأنه هاي المنطقة حساسة بالإيرويز. أوكي؟ فجسم عنده سبحان الله هذا الرفلكس. مرات هذا الرفلكس بيعكس، مرات بيكون أنت عم تعمله consciously by the way. It's a normal reaction. ممكن يكون أنت بتعمله أو إنه هو رفلكس protective بيكون for prevention of airway blockage. ففي بعض الناس هذا الريفلكس بيشتغل أثناء وأنا بحط شغلي في تم المريض، بدي أشتغل أنا بتم المريض، بدي أحط أصابعي، بدي أحط التري، بدي أخذ impression، بدي أخذ upper impression، lower impression، مرات بدي أحط device عشان to hold it in place، مرات بدي أشتغل جوا تم أحط إشي كبير في تم ويعض عليه، بدي أحط كوترول صح ولا لا، بدي أحط رابر دام. فهاي الأشياء، دخول هاي الأشياء إلى الفم مرات غصبا عن البيشنت. بعض الناس عندها جاج ريفلكس زيادة عن الناس الطبيعية. الناس الطبيعية عندها جاج ريفلكس، في عندنا patients لو حطيت كل إشي جوا تمه ما بيصير عنده أي جاج ريفلكس. في patients الأذر إكستريمز إنه لو حطيت إصبعك عشفته لسه بدك تفوت على soft tissue اللي جوا الميوكوزا لايننج ببلش يصير عنده جاج ريفلكس مجرد حطيت إصبعك عشفته. هاي إكستريمز. أوكي؟ معظم الناس بيجوا بالنورمال رينج. كيف بدي أعمل مانجمنت للجاج ريفلكس؟ في عنا سيمبل مانجمنت. شو الأشياء اللي بعملها جوا؟ أنتوا قرأتوا عن الإمبريشن وأخذتوا محاضرات عن الإمبريشن، شو في إشي سيمبل أعمله للمريض؟ ما بده أدوية، ما بده تكلفة، بدي أعمله للمريض عشان أبدأ أعمل. أوكي، ديستراكشن. كيف طريقة اللي أعلمك إياها تعمل ديستراكشن؟ ممكن كونفرزيشن، أفتح موضوع مع شفت اللي صار مبارح الجو، أي إشي أفتح أي موضوع معه وأنا قاعدة بعمل الإمبريشن. ممكن أحكي مع الأسيستنت وهو سامعني، أفتح موضوع شفتي شو صار بأنه هذا طلع ونزلوا، أفتح الموضوع سدن حلو يكون لأنه جزء من الجاج ريفلكس جزء منه في أنكزايتي. على فكرة كل ما زادت الانكزايتي بزيد الجاج ريفلكس عند بعض البيشنتس، فبرضو اني بدي اعمل ديستراكشن. الديستراكشن في توك، ممكن يكون توك. شو ممكن يكون ديستراكشن كمان غير التوك؟ موفمنتس زي ايش؟ حرك اصابعك، افتح اصابعك نزلهم طلعهم، يدك يمين ايدك شمال، رجلك يمين رجلك شمال، بعمل اي ديستراكشن، اعمل له حركات، زيح لي هاي، امسك لي هاي، طلع لي هاي، اضغط لي على خدك، اضغط لي عند شفتك، اضغط لي هون، بل لهي يعمل اي حركه. في شيء قبل يتنفس من انفه، يتنفس من انفه. اني انا قبل ما اخذ الامبريشن والتري موجوده جوا تم البيشنت، اي جايد ذيم تو نيزل بريذنج. نيزل بريذنج خلص صار يتنفس من انفه، فهم شو معنى نيزل بريذنج. بحط التري، بحط اصابعي كلها اذا بقدر، بحط اصابعي از بلك وبقول له هيك حيكون الطبعه حتكون في تمك، يلا ابدا تنفس من انفك، جايد ذيم تو نيزل بريذنج. كمان شو ممكن كمان؟ شيء معنى لسه بديش اتدخل بشيء جديد، ما بدي احط لسه، خليها بعدين بالاكسترا ميجرز. بدي شيء بسيط، شيء بعمله نورمالي. ممكن اريح المريض بالبدايه، احكي معاه اريحه، اشور هيم. اوكي، وين يو اشور يور بيشنتس اشورنس بيزيد من ثقته في نفسه. احنا طبيعي جاج ريفلكس يمكن لاحظته انا بدخل بتري، لاحظته ان المريض خايف، لاحظت انه بلش لما حطيت اصبعي ببلش اعطي اشورنس. الاشورنس بيقلل الانكزايتي، بريح المريض، بريحه، بنكت له شغله سريعا اللي احطه في وضع مرتاح. فهذا حتى قبل. شو رايكم بالنسبه للامبريشن ماتيريال اتسلف؟ طب ممكن اجرب اول شيء التراي فاضيه بعدين. اوكي، معناته ترايل، نقدر نعمل ترايل للامبريشن كامل، بحط التري وبحط اصابعي كمان حواليها عشان اوريك كيف شعور الامبريشن، خاصه اذا المريض اللي اول مره. شو ممكن اعمل كمان؟ الامبريشن ماتيريال تكون لوس، تكون لوس، تطلع من التري وفلوبل ومش عارف. بدها تكون الامبريشن ماتيريال، الامبريشن ماتيريال كونسيستنسي شوي بدها تكون هيفير ذان يوجوال، خاصه البيشنت عنده جاج ريفلكس، على اساس انه الامبريشن كونسيستنسي شوي اعمله ابيت هيفير ميكس على اساس انه دزنت فلو ريدلي. اوكي، بس طبعا لا يعني تار هيفي ماتيريال هيفير كونسيستنسي معنا فاستر سيتنج، بده يكون سريع. اوكي، التايم انسايد ذا بيشنتس ماوث بقلله قد ما بقدر، بقلل. فممكن واحده من المانجمنتس
اني استخدم فاست سيت ماتيريال، فاست سيت الجينيك ماتيريال، هاي بتسرعني من التايم. شو كمان ممكن اعمل؟ بنحط واكس في التري. اذا انا عندي الابر تري بهذا الشكل، ممكن احط تو لايرز اوف يوتيليتي واكس، بتقلل من الماتيريال اللي بتنزل بسقف المريض. هلا اعبي التري، الاماونت اوف ماتيريال انسايد ذا تري ممكن اخفف، خاصه اذا انا بدي دنتال تيشيو. ليش اعبي البلت؟ بعبي، بعمل لودينج للدنتال اريا، وانا بعمل سكويزينج. اوكي بعمل جود لودينج، بس البلت بتكون خفيفه. ذس ماتيريال سكويز انتو ذا بلت لانه مش اريا اوف انترست. ممكن في اشياء بدنا تارجت. هلا اذا وانتو تارجت البلت بننزل لتحت كرام كفر. مثلا بدي اعمل نايت جارد، بدي اخذ شوي من البلت تشيو، بس ما مينلي الكروم كوبلز البارشلز بدي اخذ البلت، صح ولا لا؟ مضطر اخذ البلت فلانه هاي الاريا اللي تاعت الكونسرن. بعض انواع الريتينرز اورثو بدي اخذ البلت، صح ولا لا؟ عشان الريتينر يكون مكانه. طب شو كمان ممكن اشياء كمان اعملها تو مانج از ويل؟ يلا فكروا لي في اشياء. اوكي شو كمان اشياء؟ الزيادات، يعني الزيادات ما يكونش عندي زيادات. I expose الماتيريال لودينج على التري، ما يكونش فيها زيادات، واعمل فليبنج للماتيريال اون ذا بوردرز اوف ذا تري. لانه لما اعمل فليبنج للماتيريال على البوردر، اغطي البوردر، I'm guiding the material to flow laterally rather than going posteriorly. اذا حطيت الماتيريال جوا التري بدون ما اغطي السلكاي، الفلانجز تاعت التري اللي تدخل في السلكاي، بتصير معظم الماتيريال تهرب للخلف. كمان بريشر، كيف نعمل بريشر من باك تو فرونت؟ مش علموكم وي بوت بريشر على المولر تيث بعدين انتيريورلي تو جايد ذا ماتيريال تو سكويز فروم ذا انتيريور، الاكسس ماتيريال تطلع انتيريورلي. هاي كونفنشنال ميثودز، هاي بعملها لكل المرضى. اوكي كل ما عملتوا امبريشنز اكثر، كل ما صارت معكم هاي الاشي اسهل. طب ما اكسترا ميجرمنتس، شو ممكن احط اشياء تقلل لي الجاج ريفلكس؟ أديسف على تري، يعني الأديسف على تري ما بدي أحطه هون لأنه هاي أوريدي بستخدمها. Yes, the more material is adhered to the tray, the less we will have. بس مش هاي major, it's a minor effect. أنا بدي أشياء بتحطها. في عمرك سمعتوا بطريقة الملح؟ بمسك ملح powder، الملح كpowder، برشه على لسان وبخليه يفرك بلسان، يفرك بلسان، يفرك البلت. يعني he's rubbing that the salt على البلت. شو اللي بيصير؟ عمكم سمعتوا انه بنسميه صرصور الملح، يعني بتحس انه الشيء مالح جدا جدا جدا. شو اللي بيصير بالملح فعليا لما انا اعمل هيك؟ الملح draws away some of the fluid الموجوده بالتيشيو، التيشيو بتصير كانها شعور زي كيف كانك محروق، تحس انه التيشيو كانها محروقه او تغيرت السنسيشن فيها بسبب اللوحه الزايده الاوزمولاليتي، شفطت الاكسترا فلويدز الموجوده بالخلايا، بتقلل السنسيتيفيتي، بتقلل السنسيتيفيتي. اوكي فاذا بحط برش ملح على اللسان من ورا وبقول له افرك هذا الملح على البلت. اوكي يفرك في تمه، فبحس هذا السنسيشن. هذا السنسيشن برضه بقدر اعمله اذا سولت بارتكلز، ممكن احصله برضه بالايسي ووتر، يكون في قطع من الثلج. الايسي ووتر بيعمل نفس الايفكت، الثلج بعطيني هذا السنسيشن بالبروده الشديده، بتقلل السنسيتيفيتي اثناء ما باخذ الامبريشن. فيتمضمض اف مي مثلج جدا، هذا بتقلل من سنسيتيفيتي. ممكن احط توبيكال انستيزيا. اوكي توبيكال انستيزيا، توبيكال انستيزيا لما ادهنها بدهن جهه السوفت باليت شوي وبخليه يفركها بلسانه، فالبارت البوستيريور بارت تاعت اللسان والسوفت باليت شوي بصير لها انستيزيا وبتقل حساسيتها للمواد. لكن انتبهوا اذا كنت بدي استخدم توبيكال انستيزيا او لوكال انستيزيا بدي اعمل انفلتريشن للليسر بالاتاين، هدول بقللوا شعور البيشنت بالفورين بوديز في الماوث، فبده ينتبه انه ما يشرق، يمكن تزداد احتمالية انه يشرب بالاكل او بالشرب. اوكي فننبهه انه يمكن انتبه شوي، حاول انك ما تشرب وتاكل بالفترة لحد ما يروح اثر الانستيزيا، عشان ما يروح يبلع وهو مش داري انه عم بيبلع، لانه بطل يحس شعوره بالماتيريال بتخف، فاحتمال انه يشرب بالماتيريال او يتشردق. شوفي اشياء لغة عربية فصحى على هالكلمة. اوكي فلوكال انستيزيا ممكن نحط. اوكي ميديكامنتس، ممكن ابدا استخدم ميديكامنتس تاثر علي، ممكن ميديكامنتس تنتقل لا جنرال انستيزيا. بعض البيشنتس من كثر ما عنده سيفير جاج ريفلكس لازم اعمل له تندر جنرال انستيزيا. في ممكن نستخدم لهم نيتروس اوكسايد. اوكي سيديشن، نوع من انواع السيديشنز الثانيه، ممكن نستخدم اذر سيديتيفز، ممكن توصل لهي المرحله. في ناس بيستخدموا الاكيوبنكشر، الاكيوبنكشر خلينا نحكيها مع
acupuncture او acupressure. اوكي في نقطه هون موجوده بعد ثلاث اصابع اسمها P6 point تيجي بين التندونز هون، اذا ضغطت عليها حتى انت الان اذا صار عندك نوزيا if you press put pressure on this point، في مرات بيحطوا needles للي بيستخدموا الأكيوبنكشر ممكن يحطوا low level energy laser على هاي النقطة بتخفف الجاج ريفلكس للبيشنت، بس هاي بالاكسترا ميجر لأنه ما في medications فيها. اوكي فلو ليفل low level laser بنتنحط على P6 point P6 3 finger widths بين التندونز. اوكي ممكن يحطوا pressure ممكن يحطوا الأكيوبنكشر على نفس النقطة. اوكي بتقلل لمدة يعني معينة بتعمل البيشنت فيها بيبرز فانت تشوف البروسيجر فانا بس بعطيكم ليست اوف بروسيجرز. اوكي سيداتيف انتي ايماتيك دراجز انتي ايماتيك دراجز ايماتيك اللي هي تمنع النوزيا او انتي نوزيا دراجز برضه الانتي ايماتيك دراجز هاي مشكلتها وركس اون ذا سنترال نيرفس سيستم فيفضل انه ما تستخدم. اوكي لكن بعض البيشنتس ممكن نحتاج بس هاي بتصير لما نروح للجي اي والانتي ايماتيك دراجز وهي الاشياء ممكن ناخذ هوسبيتال سيتنجز. ليش؟ لانه كل هاي الاشياء بتقلل الريفلكسز البروتكتيف فاحتمال نحتاج اكسجين سبلاي في الاريا او انه تكون عياده مزوده بسيرجيكال سبلايز اللي لو البيشنت تحتاج يعطي اكسجين فهي بتكون شوي ادفانسد. اوكي extreme cases ممكن ياخذ جي اي مع اذر بعض البيشنتس عندهم سو سيفير جاج ريفلكس sometimes بتحتاج تعمل نيورال انترفنشن للنيرفز نفسهم بحيث يخفف هذا بيكون ثيرابيوتيك. هلا هذا شيء خاص most extreme cases بس هاي معظم المانجمنت most of your work goes here اللي هي في الاشياء اللي حكينا عنها الكونفنشنال ميثودز you can use the extra measures in your clinic. إذا كانت عيادتك مجهزة surgically you can go for the medicaments. okay فهاي something quick about gag reflex. يعطيك العافية.